مرحبا مرة أخرى من جديد نشوفوا طرح الليليت الكلوب وستا تونيزيا اللي تلعب في الكومبلكس نايفر في باردو. طرح الليليت الحق وصل النيفو تكنيك قوي ياسر، شيء فرح ما بين دو فورماسيون وخاصة من أولاد البثوري والحنيني والزملاء القائد الوسلاتي اللي قدامنا اللي الحق يمر بفترة كبيرة ياسر. الطرح بدا البقلاوة طلعت بريسيت الكلوب عالي حبت تباغت نادي الافريقي على بكري وهذاك شنو اللي باش يحصل بعد 4 دقائق لعب باش نشوفوا البونت تاع الستاتيونيزيان كيفاش جاي. الكره الاولانيه رجعها نوردين اللي تعدى فتره كبيره برشا، ترجع الكره قدام الاتاكون تاع الستاتيونيزيان اللي بكره راتسول يحطها ويماركي البونت الاولاني. هنايا الستاتيونيزيان ورا اللي هو داخل السيريو اللي طرح، الشيء اللي خلى اولاد الكلوب يطلعوا بكرون ويحاولوا بالبال ريتي ولا بالجو بوزي باش يطلعوا من لي زون الكل نتاع لي تروا كومبارتيمون بالترانزيسيون صحيحه. والكور الثابته كما قاعدين نشوفوا فيها قاعده تجي تتوفر للكلوب، واللي زاتاكون لقاو شويه صعوبات قدام ديفونس واقفه مليح وغارديان تنشوفوه نتاع ستاتيونيزيان اللي الحق قدم طرح كبير. الكلوب يعني البرومير ميتون قد شويه مشاكل لكن هذا ما منعهاش اللي خلقت فرص سورتو خلقت لبالا ريتي كما كنا نشوفوا كره رامز اللي الاولانيه يتعرض لها الغارديان ترجع الكلوب ونشوفوا القصار يمدها الوسلاتي. اللاعب تلعب في ترانزيسيون حلوه ما بين الاولاد تطيح قدام حازم شوفوا شو باش يعمل يعدي الكره ترجع من ديفونس البقلاوه تطيح قدام عزيز الرزقي يوزع وديفونس مره اخرى نتاع ستاتيونيزيان ونشوفوا هنا كيفاش امان ياخذ الكره نتاعو ويطيح قدام حازم يخرج الكره لكن ديفونس مره اخرى هنا مره اخرى رامز الاسكندر اسكندر العبيدي دور ويعمل سنتر والكره ترجع من ديفونس ستاتيونيزيان استاد اللي قعدت يعني فيدال للانتونسيون نتاعها انها تقلب اللعب وتحب تباغت الكلوب افريكان بالكونتر اتاك. الوقت يتعدى نهار الحق سخون طرح في سخونه في سخانه كبيره وهنا نشوفوا جيست تكنيك نتاع حازم والعزيز سنتر ما فما حد في التسويت وديفونس نتاع ستاتيونيزيان اللي بريمير ميتون وسل باش يوقف النادي الافريقي والكر ورابعها للرامز مره اخرى من الشارع اليسار نشوفوا شو يعمل يهز الكره الاولانيه والكره كيفاش ما يخويش امان بسيزو وتعداد تطيح قدام القصاب يهز كورتو يعديها تطيح قدام امان اللي يضرب كره ونشوفه تتعدى اكوتي يعني شفنا الكلوب ورا بعضه في الاتاك لكن هذا ما منعش ستاتيونيزيان اللي جا كره في الحكايه 32 دقيقه ومره اخرى نور الدين تبارك الله فرحاتي كان موجود والكره اللي ذهبت في القاعه وتيح كره اخرى رامز الكونترول والجارديان يخرج قبله والديفونس ديجاجي الكره الكره تمشي مره اخرى لاتاك الكلوب الوسلاتي يمدها في الانترفال ويخرج الجارديان قبل رامز وينترسبت البالون نتاعو مره اخرى كره ترجع من الديفونس دوزيام بال عند الكلوب تتحط الكره من الشارع اليسار الرامز يركح الكره يحاول يسنتر ويضرب امان بالراس مره اخرى اكوتي يعني تبارك الله فوليوم كبير نتاع كره لكن سيدا فما راتاج في الاتاك يمكن بريسيبيتاسيون يمكن قله التركيز. ندخل للدوزيام ميتون اللي الحقيقة الكلوب افريكان فيه حتى اللي عنده حتى الستاتيونيزيان التالي حتى في الستارتين نتاعها وهبط باللي عنده للاتاك وحط كرة مزيانة تخرج من اليمين من اليسار واحدة منهم نشوفوا هنا كيفاش يدخل آدم التاوس والبلانتي ما فيها حتى شك رامز بكل دم بارد يحط الكرة على يسار الجارديان نتاع البقلاوة ونشوف فيها من زاوية أخرى والأنا نتاع رامز وفرحة أولاد البثوري أولاد باب جديد أولاد الحنيني نشوفوا هنا مرة أخرى الكلوب في الأتاك
بريسي القدام تتيح الكرة وين دو ويخرج وقبل تاوس فما لريال تتهز الكرة وبالراس نشوفوا كيفاش الجارديان يرجعها قدام كرة التاوس، لكن الجارديان كان حاضر. كرة أخرى لستاد تونيزيان من كورنير، لستاد تونيزيان قعد في ديل للمرة أخرى في دوزيام تو نفس التكتيك نتاعهم، كرة الفوق ونشوفوا أمان مشير اليسار أمان الحق، كان زين ياسر على ديفونس لستاد تونيزيان تتلعب الكرة ما بين الأولاد، ونشوفوا كرة قصاب يمدها وترجع قدام عزيز اللي كفري على كورته كارتي الخليل قصاب ونهز الكرة الأولانية ونشوفوا رامز والجارديان والجارديان قبله، قلنا جارديان عدى طرح كبير ياسر متاع البقلاوة تتلعب الكرة من الكورنير، ومرة أخرى نشوفوا القصاب وحده في لي فارغة على غالب حط الكرة فوق، يعني ماتش قوي ياسر من عند القصاب. شو نشوفوا بعد في انترفيو بحول الله كرة لستاد تونيزيان مشير اليسار، كرة يعني كانت اختيار على ديفونس كلوب والعبد السلام نسيري اللي خذا بلاصة اسكندر العبيدي اللي ضرب كان موفق ويخرج الكرة، وهنا شوية حيد مشير اليمين يعمل كونتر ويتضرب، كانت البوسيبيليتي الوحيدة باش نجم وقفوه تتلعب بكرة طويلة مرة أخرى وياخذ الجارديان لستاد تونيزيان على راحته الكرة ويرولونسي اللعب، ترجع الكرة مرة أخرى في الزون نتاع ستاد تونيزيان والولاد كانوا في البريسينغ نتاعهم عالي وتيح الكرة، نشوفوا هنايا كيفاش يعني الكرة ما رايش الجارديان مالوروزمون مرة أخرى كرة آدم التاوس تتعدى على جنب، يعني كانت ما فيهاش كلام هنايا أمان ضرب كما جاء كان عنده ديزيكيليبر والكرة خرجت كيف كيف الوجدي ساحل اللي دخل في الدوزيام تون وعاون الولاد، لكن كورته كانت عالية مرة أخرى كرة الأمان والسيزو ما يختفش وتقعد الكرة عند ساتاكون تاع الكلوب أمريكان، الرامز يدور بالكرة ترجع باقي عند الحمر البيض وكفران التاوس يهز الكرة، نشوفوا كيفاش تتعدى فوق كانت كرة خطيرة شوية لكن تعدت الفوق، تمشي ستاد تونيزيان ترجع تتنفس شوية باللي كونتر مرة أخرى وتتهز الكرة مرة أخرى في ديفونس الكلوب والكرة تتعدى، وقت باهي كان ستاد تونيزيان في حكاية 30 مينوت دو جو في دوزيام ميتون اللي خدا شوية لعب مع الكلوب أفريكان وخدا السيري بتاع أتاك، نشوفوا منهم كفهم واحدة كانت خطيرة ياسر، هنا أمان نشوفوا الخدمة اللي يخدمها وجهي ساحلي كانت اللعب للبعزيز اللي خلال بلاس شبيتحي والكارديان قبل أمان كانت كرة تنجم يخلق بها الخطر القصاب يمد الوستاتي اللي كمل عشرة اليمين تاخذ كرة للعلفون الأمان، نشوفوا كيفاش يخرج الوستاتي لو كان بعزيز حاب ساقو كانت تكون كرة دوزيام بيوت، هنا الكرة اللي كانت تنجم خرج ستاد تونيزيان رابحة لكن ديفونس بيوت كانت حاضرة مرة أخرى، كرة فيسيوز من تاك البقلاوة تخرج بالرأس من الوجدي الأمان الله اللي يلعب فيسع يتقلب اللعب من التاوس عند الوجدي، وجدي اللي هنايا الحقيقة كان إيجويست أكثر من لازم وحب يتونت سا شانس، هنايا الكرة اللي باش تكون فيها لقطة شوية احتاج عليها النادي الفريق نشوفوا من الله بارك الله كيفاش يقولوا بالأتاك تيح الكرة عند رامز، رامز يدخل ديريكت للتزويد ويتيح فما كونتاكت ما فماش، هنايا يعني الأكسيون باش نرجعوا لها برالونتي، نشوفوا رامز ياخذ الكرة يكروشي يعمل الانتريور وما فما حتى شيء فماش كونتاكت، كان في الديفونسور نتاع ستاد تونيزيان اللي بعد وما ساش كونتاكت ما بيناتهم والطرح يزفروا الاربيتر على سكور نتاع 0-0 في طرح كان فيه ولاد البثوري عاملين طرح كبير.